يأتي ذلك عقب المباحثات الموسعة التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع نظيره الفلسطيني محمد أشتية الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. وخلال جلسة المباحثات بحث مدبولي وأشتية عددا من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.